شنو قال على الدكتور كمال يدير ونرجع للبلاتو. أعتقد أنه ميزموش يكون كما معناها عسكر الحريق، يعني تعرف الفترة صعيبة برشا وأنا نحس بها ونشوف فيها كما كل التوانسة كما المغرمين بالكورة، لكن الهيئة هذه قاعدة تخدم كين عسكر، هي قاعدة تحاول باش تفض المشاكل بعد ما تصير. أنا الحقيقة نتأسف على اللي قاعد يصير، يعني من منظومه الجولة الأولى شفته معناها المسابقة فوسي شوي. بن قدان كان المفروض نقوله في أول الموسم هوم الملاعبين اللي معناها عندهم ثلاثة انذارات مثلا، منتخبنا الحمد لله سلك، لكن حتى في رقنا اللي مشات الجزائر كان من المتوقع الجامعة بعد تصدر بلاغ حقها قبل. نتمنى الجمهور اليوم ولا صعيب وضغط على كل شيء، التحكيم كل هذا تحس انه الجامعة والسيد كمال الدين قاعد يجري باش يحل المشاكل بعد ما تصير. نتمنى رجع ويفيقوا، خاطر ثم عدة نقاط نجم تصير فيهم حرائق، والله اللي قدر على بلادنا تعدى بمرحلة صعيبة، يلزم الهيئة هذه تكون في حافل في المستوى. راه مش معقول معناها تحس قبل ما تصير مشاكل، اللي يفهم الكورة واللي قريب من الكورة يعرف إذا ثم مشاكل بتصير بين في المقابلة هذه والمقابلة هذه، التحكيم زاد يلزم يرد باله. هذا الكل معناها من عدة المشاكل، الأمور المالية اليوم ساكن يسخفوني رؤساء الجمعيات ما يعرفش بالضبط شنو عنده شنو ما عندوش، حتى شيء ما هو واضح لا لرؤساء الجمعيات لا للملاعبيه لا حتى للجمهور. ثم ضغط يلزم يكون معناها والهيئة الكل معاه وعنده، ونجيو تو للجلسة العام ونسمع الأخيين، أنا ما عادش معني لكن نسمع الأخيين اللي مازالوا معنيين ما يعرفوش حتى الشروط، ما يعرفوش وقتاش الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي هي باش تضبط شروط الترشح، الجلسة العامة الانتخابية وقتاش، كل هذا غامض. ولهذا نتمنى ولو اليوم معناها عنده وزير اللي فاهم المواضيع هذه وانا نعرفه شخصيا وان شاء الله مبروك عليه الوزاره وراجل ولد الوزاره ويعرف القوانين ينجم يمد يد المساعده لسي كمال ويلزمهم يخدموا في اقرب وقت باش يوضحوا الرؤيه. الرؤيه ماهيش واضحه للخيان في الجامعه لرؤساء الجمعيات المسابقات ما يعرفوش كيفاش الطلوع والهبوط، مش معقول تبدا معناها مسابقه بدون معناها تبين معناها شكون باش يطلع شكون باش يهبط في اخر الموسم. كنت نتمنى معناها الرابطه الاولى تتقسم على اثنين خاطر حسابيا ومنطقيا وانا عندي خبره، معناها المسابقه معناها بول وحده ما تتعديش توفي في اكتوبر نوفمبر الجاي بالحساب، معناها كان من المفروض تصير بعض نقول بعض تغييرات ولا بعض معناها بعض اشياء قبل ما تصير المشاكل، وباش تصير بعض مشاكل معناها ان شاء الله مش معناها تمثل الجمهور تمثل الجمعيات والمصداقيه البطوله، لكن اعتقد لازم يكون المسؤول اليوم لازم يكون احنا بالفرنسي نقولوا برو اكتيف، لازم يكون سباق يفهم وين باش تشعل النار ويكون هو مش رجل ما يخليهاش تشعل. وهذا هو معناها نصيحتي لسي كمال، وعنده معناها عنده في اللجنه ناس تعرف تخدم وناس اكفاء وربي يوفقهم. جلالة قية يطالب بتحديد خريطة الطريق، الجلسة العامة الخاصة بتنقيح القوانين والجلسة العامة للانتخابات الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم، ويبدو أن هذا هو المطلب الشعبي للناس الكل، لأنه آن الأوان. خلينا نفهموا سيد كمال يدير، وفما كلام في الكوليس يقول لك سي كمال يقو في شهريه باهيه ربما يحلل الكرسي، يحب يمدد في الفتره نتاعو بتزكيه من الفيفا الى حد نهايه الموسم الكروي الجاري، برشا كلام قاعد يتقال. الور سي كمال مطالب بتوضيح الرؤيه بخصوص هذه النقاط، الكلمه لك سعد نجيب. هو برشا كلام صار حول اللي قلته انت هذايا، كلام تاع الشارع، اكيد ان الفيفا حد 31 جونفي اخر اجل ما تنجم تمدد، انا عندي مصدر من الجامعه يقول لك الفيفا تنجم تمدد. انا اقول لك من الصعب. انا كنت نتمنى سي كمال يدير يكون فعال اكثر، خاطر تو شهرين عنده ملي جاء تقريبا ما حسيناش سي كمال يدير يخرج يتكلم يعطي رايه يعمل ان كونستا دي ليو يقول الناس تحب تعرف برشا حقائق، خاطر مش احنا من برا مش كيما شخص يبدا من الداخل، عنده تقريبا يعرف كل شيء مفروض يعطي رايه هام برشا وخاصه فعال. وانا عندي ممكن احتراز بكل لطف
سي كمال يدير حتى واحد بشك في الكفاءة نتاعه كرئيس جمعية كبيرة، لكن اللي معه معناها أنت كي تحط ناس لازم تحط ناس عندهم خبرة في الدومين نتاع الكورة ونتاع السبور ونتاع مع احتراماتي من الناس مدام بلتاجي وغيرها، ما حسيناش اللي هما فما هيئة تخدم في صلب الجامعة. قول ما حسيناهمش فاعلين. ما فماش، معناها تقريبا ما حسيناش سي كمال موجود. سي كمال معناتها نعرفوه صحيح ديسكري، من اليوم عندك مهمة هامة. لكن سي كمال تقلع على تركة تهد الجبال. لهذا حتى واحد ما يشك فيه، لكن سي كمال تحرك شوية. ماذا بينا اليوم عندنا مشكلة تاع الفار، راهو يلزم الناس تتحرك باش تعمل تجيب دي سبونسور، تكون أنت زادة معناتها ممكن شاركت باش ما تخليش الوضعية هذه نتاع المشاكل التحكيمية اللي قاعدين يصيروا فيها واللي قاعدين الناس كل معناتها تتكلم عليها. دونك هذا حبيته يكون أكثر فاعلية. واضح. ما المطلوب من السيد كمال يدير في هذه المرحلة الحساسة؟ فاضل بن حمزة المترشح لعضوية الجامعة التونسية لكرة القدم سابقا يتحدث في هذا الموضوع. المطلوب هو واضح، ان المنمو على حسب على حسب الاجال اللي اعطته الفيفا، اللي هو اجال على ما يبدو 31 جانفي. المطلوب واضح، ان المنمو هو بدايه المسابقات، المسابقه نتاع القسم الوطني اللي هي بدات قسم الرابطه الاولى، فما بعد فما القسم الثاني اللي هي لحد الان ما بداش، فما تعاينوا للواحد في بدايه اكتوبر. فما بالإشكال هو أنه الرابطات محلولة، الرابطة السي أن والسي دو لحد الآن محلولين، إشكال كبير برشا اللي لازم زادة يبداو الكومبيتيسيون نتاعهم معناتها المسابقات نتاعهم. وأهم حاجة هي بالنسبة للمهمة اللي هي الرئيسية اللي هي لازم تصير في أقل وقت، هو تعيين لجنة قانونية لتحضير القانون الانتخابي وتحضير الجلسة العامة الخارقة العادة اللي لها مالوريزمون لحد الآن مازالت ما صارتش. ان شاء الله في اخر الوقت سي كمال يدير يسرع في انشاء اللجنه هذه، وباش نعاودوا باش تبداو يحضروا الجلسه الانتخابيه اللي هي نورمالمون على حسب ما علمنا، وان الجلسه هذه لازم تفوت 31 جانفي. يظهر لي توا وقت وانه باش يصير الشيء هذا. فاضل بن حمزه الرئيس السابق لنادي حمل المنف يطالب من السيد كمال يدير، يقول لك توا الرابطه المحترفه الثانيه والرابطه الثالثه والرابطه الرابعه والرابطه الجهويه، فما نشاط بطوله، هل يعقل بطوله تدور في غياب رابطات فعليه؟ الرابطات محلوله سي صالح توا. هذه مشكله من المشاكل اللي قاعده اللي على مكتب السيد كمال يدير. هنا يا صاحبي باش نرجع للديبار، راهو هيئه متكونه من ثلاثة أشخاص راهو شوية باش تسير كرة قدم، خاصة كي تشوف حجم المشاكل والملفات الموجودة. تو مثلا يلزمك عضو فاعل وعنده تجربة في كرة القدم باش تلهلك بالرابطات فقط، وعندك بون الحكام مرتاحين، فما سيناج، فما ملفات كبيرة، وفما الرابطة داكوردو موجودة رابطة. إيما على الأقل المكتب يكون متكون من خمسة أنفار، وخمسة أنفار من ذوي الخبرة والتجربة باش ينجموا يواجهوا المشاكل اللي موجودة. خاطر بصراحة أنا نراهم الهيئة اللي موجودة توا مع كامل احتراماتي لها، وما نشكش ولا لحظة في الـ في الـ في, في الفولونتي بتاعهم، إما ماهمش قادرين فعليا باش يلقاو حلول، خاصة وأن المشاكل كبيرة يا صاحبي. المشاكل تتطلب أول حاجة المادة، اثنين القرارات، حاجة أخرى يا صاحبي مهمة سي كمال يدير، راهو قدامك حاجتين مش توفق مش تجزهم، باش تحضر القانون جديد الانتخابي وباش تحضر للجلسة العامة. مع هذايا عندك بطولة وعندك منتخب وعندك مشاركة، دونك بصراحة هذه أهم المطالب. اسمعني يا صاحبي، أهم المطالب، وانا راه ونطلب كان فما امكانيه حتى كان الفيفا باش يدخلوا يا خويا في المده هذه عزوا الفريق بزوز وجوه اخرين. وهنا نحب